السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغرب. ياسين ابراهيم يرفعها الى جول 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 المنتخب الجزائري في الربع ساعه الاكبر يا اسلام، الله اكبر يا اسلام، دير النتيجه يا اسلام، عدل النتيجه. هذا هو اسلام سليماني اللي يلعب بالقلب نتاعو، هذا هو اسلام سليماني اللي قالوا عليه ما يعرفش يلعب، هذا هو اسلام سليماني اللي خرج اكثر من 40 مليون جزائري للشارع احتفالا بانتصار المنتخب الوطني ولا بتعادل المنتخب الوطني وتاهله لاول مره في تاريخ الكره الجزائريه وتاريخ المنتخب الوطني نتاهلوا للدور الثاني. ضد من؟ ضد روسيا، ماهيش ضد تنزانيا، ماهيش ضد جزر الراس الاخضر، وماهيش ضد افريقيا الوسطى. صح واش تحب تحكي مع من؟ تقنع الناس، الشعب، بعض الفئة القليلة نقولوا اللي جاية ضد سليماني، وبعض الصحافيين الأطراف المأجورة اللي داخل فيها أمور أخرى من بينها الاتحادية، ومن بينها أنه سليماني هذا حابين يمحوه من الوجود، إسلام سليماني حابين يمحوه من الوجود. صح مع من تهدر؟ إسلام سليماني هذا نذكركم برك قبل ما نبداو نهضروا على موضوع اليوم وعلى سليماني والتألق نتاعو في موناكو، إسلام سليماني من بين الضحايا اللي نحاها مزرشي بعد مقابلة قسنطينة ضد زامبيا. هذا من الخمسة لاعبين اللي ذكرهم سي زرشي وقال لازم يتنحاو، خمسة لاعبين تنحاو من بينهم إسلام سليماني، بن طالب، رياض معرز، غولان، عديد من اللاعبين من بينهم هذا إسلام سليماني. رياض محرز رجع بفضل يعني عنده شعبية كبيرة وخاصة الجماهير والضغط الجماهيري وكذا رجع، أما إسلام سليماني تخلاو عليه، الوحيد اللي عطاه فرصة كبيرة وآمن فيه هو بالماضي. والأدهى هو الأمر، كاين ناس على بالها وكاين ناس ممكن ما تعرفهاش المعلومة هذه، أنه إسلام سليماني ما كانوش باغيينو يروح لكأس أفريقيا في مصر، كان باغيين نعيجي. والقائمة تاع بالماضي طولت على جال أندي ديلور اللي ما تكاليفياش، من بعدها بدا إسلام سليماني وبنجاح فقط. من بعد حادثة بالقبلة باش دخل أندي ديلور ونحاو بالقبلة، وبقى إسلام سليماني. والد إسلام سليماني واش قال؟ كلمة مليحة، قال أشكر جمال بالماضي على الثقة اللي منحها لولدي. ما قالش أشكر رئيس الاتحادية، قال أشكر جمال بالماضي. والحديث قياس. نبداو في موضوعنا خوتي، إسلام سليماني مقابلة ورا مقابلة، مقابلة ورا مقابلة وهو يتألق. مقابلة ورا مقابلة يعطينا في دقة تمريرات سحرية. دوزيام محرز، أنا نعرف محرز عنده لي باس يغمض عينيه ويعطيك في رجليك، يعطيك الكافيار كيما مع دار السرلين كيما. بصح إسلام سليماني أنا صراحة والله العظيم ما كنت نتوقع إسلام سليماني عنده لي باس ديسيزيف، لي باس نوعية الكاليتي، جودة نتاع لي باس كيما راني نشوف فيها. انبهرت صراحة، انبهرت، يعطيك لي باس بالمليمتر، بالحساب بالمليمتر، والله العظيم غير هذا مش مصدق باللي هذا هو إسلام سليماني اللي يمد لي باس بالمليمتر. نعرف باللي عنده إمكانيات، نعرف باللي مهاجم قناص، نعرف باللي راهو لاعب محارب، بصح باش المعلومة هذه نتاع لي باس ديسيزيف بالمليمتر هذه أول مرة نكتشف بها سليماني. برافو إسلام سليماني. إسلام سليماني بالبارح دار كلش كيما قلت، هاك مركي لولا مع بن يدر عطاه راح مركا، وزاد ما حبسش، زاد عطاه صاحبه ذاك جيلسون هذاك اسمه، عطاه قال له هاك روح مركي. من بعد ضربات الجزاء يعني إسلام سليماني دار كلش، خاتمتها مسك، الخاتمة نتاعها مسك، عطاها باس ديسيزيف الكايطا. كايطا قال لهم روح، دار الإشارة لديها وسليماني. الناس المشجعين تاع موناكو، الجمهور اللي حاضر في الاستاد ما شجعوش كايطا على الهدف وما فرحوش للكايطا، يصفقوا لسليماني فرحانين بسليماني. حقيقة نزيدكم معلومة أخرى، إدارة جماهير موناكو كانت رافضة رفض قاطع إسلام سليماني بحكم السن نتاعو وبحكم أنه مر فترة صعبة في تركيا وكذا، قال لك هذا اللاعب ما يليقناش، باش نطوروا من الاداء من النادي تاعنا لازمنا واحد خليفه لفالكاو. إسلام سليماني ما يليقش بينا، دركا ولا الشوشو تاع موناكو، رقم واحد في موناكو، اربع اهداف اربع اسيست، واش عايزيد هذا السيد؟ واش عايزيد؟
ليكيب تعطيه ناف ناف عطاته تسعة 11 مونديال قالت لك سليماني دار كلش سليماني شيء لا يصدق ها 11 مونديال تتكلم عليه ليكيب تتكلم عليه الصحافة الأوروبية تتكلم عليه ومن بعدها هنا في الجزائر تسمع يقول لك ما عندوش بلاصة في المنتخب الوطني نندب شعري هذا من ناحيه نندب ها جوار ربع كات باس ديسيزيف من أروع ما يكون من أروع ما يكون وأربع أهداف وما عندوش بلاصة في المنتخب الوطني شو نقولوا شو نعذروا ها سمى لي ماركي كونتر تنزانيا وفريقيا الوسطى ها وكينيا عنده بلاصة اي صح عندكم حق اي صح صح قطرة هذاك يلعب في دوري الخليج وسليماني ما ضحية لازم تلعب في الخليج باش يحبوك الناس اذا عاد اللي سجل مش ضد الاندية الفرنسية ولا اللي سجل ضد ليفربول باش نحط النقاط على الحروف اللي سجل ضد ليفربول في حضرة ماني وصلاح وفيرمينيو وفي حضور المدرب نتاعهم كلوب وهدف من طراز عالي وعالمي مش جوار واللي ماركي ضربة جزاء مع الشحانية قرون جوار شبيه قضاء انت ما تعرفش اذا تقارنوا بالمنتخب الوطني سلام سليماني طريقة اللعب ممكن ما يتعرفش على طريقة اللعب اللي تناسبه هو طريقة اللعب كاين الناس يخدمونه من لورا اما باش تعطيه البال وقول له روح اجري وحدك ما تساعدوش هذه طريقة واضحة اذا عاد لي يلعب في الخليج ويسجل ضد السيلية وضربات الجزاء وكذا الا ما مركناش مع البرتغال كنا حاصلين ضربونا بثلاثة الا ما مركناش الا هدف برك ما مركناش مع البرتغال قال البرتغال كريستيانو في بلاد صعيبة يماركينا مع ايران ايران ماشي حاجة كبيرة سليماني مركا ضد الروس ماركا ضد الروس احنا ماركينا غير مع ايران برك احنا في ايران وما ماركاش مع البرتغال ما ماركاش مع الكوت ديفوار ما ماركاش وشي هذه مع غينيا ما ماركاش هو مبتاش ماركي ماركي مع تنزانيا وافريقيا الوسطى وجيبوتي وين معيار يا ناس إلا تقارن دوري فرنسي ودوري برتغالي ودوري انجليزي مع دوري قطري مع احترامي الدوري في قطر وكل الناس اللي ساكنين في قطر عيب مقارنة عيب سليماني الصحافة الفرنسية تتكلم عليه لا بالخير وفي بلاده يقول لك ما عندوش بلاصة هاي دوك انا هضرب منطق إلا عاد الفرنسيين اغبياء والبرتغاليين اغبياء والانجليز اغبياء شكون الذكي مالا شكون الذكي اه كي تقول موناكو قول سلام سليماني واللي عاد عنده مستوى عالي يروح يحترف في اوروبا اللي قلتها مليار مره احنا ما نجد بونجاع احنا بالعكس نتمناو له في الميركاتو الشتوي ان شاء الله هذا يروح يبين لنا باللي راه بقى الناس عالمي ولاعب المستوى عالمي يروح اذا قادر على شقاه يروح على خايف خلينا دوكا ما بقى والو نقولوا طفرت رغم انه قادر يروح العام اللي فات قلنا ما عليش طفرت هاو ما بقاش ياسر بقاو شهرين ولا ثلاثه يكملها ويروح يبين لنا في اوروبا في المانيا ولا في فرنسا ولا في ايطاليا ولا في اسبانيا ولا حتى في البرتغال ما يهمش يروح فريق لاباس ليه ما نقولوش فريق كبير 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 فريق متوسط ويبين لنا باللي راه مهاجم قناص عالمي باش حنا نقولوا باللي صح بوجاه عالمي ما كانش واش تهضر اذا عاد هذا اللاعب اللي مشرف في الجزائر ورافع الرايه الوطنيه واوروبا تهضر عليه بالخير فرنسا تهضر عليه لا بالخير اصبح الشوشو تاع موناكو الجمهور يوقف ويصفق له جمهور موناكو يوقف ويصفق له بعد ما كان ضده ها كل يحترموه وهنا في الجزائر مع من تحكي مع من تحكي مع من تحكي يقول لك ما عندوش بلاصه في الكيت ناسيونال انا نقول لكم صراحه انا نخبي حتى مخبو حتى حاجه اسلام سليماني في الوقت الحالي في الوقت الحالي احسن مهاجم جزائري في اوروبا احسن من اندي ديلور
احسن من بلفودير، احسن من يا ابو الجاح. من اصلا ابو الجاح؟ من انا كنت جيت ما يدخلش مقارنه اصلا مع ثنائي تاع ديدي العور وبلفودير وسليماني. تدخل مقارنه روح احترف في اوروبا باش نقدر نقيمك، نعرف الفالور تاعك. ما تلعب لي في الخليج ونقيمك ما اصلا ما تليقش، مقارنه غير جائزه. انا في اوروبا نقيمك. بالفضيل رجع من اصابه والمدرب نتاعو هذا راح ينحيو مع الوقت، ينحيو لانه مدرب فشل في المهمه نتاعو وزاد كسر هوفنهايم. اندي دي لوري سجل صح، بصح ما لحقش ربع نتاع سليماني. بالفضيل نفس الشيء، مازال ما رجعش، مازال ما شفناش بالفضيل اللي نعرفوه. خلاص هذا من المهاجمين بالنسبه لي انا. بونجاح باش نقيمك باش نقيموه ونقولوا مهاجم كبير ولاعب كبير. اوروبا تهدر خويا، اوروبا تهدر. اسلام سليماني، اسلام سليماني هو اللي يستاهل يروح للخليج. نهضروا منطق، نهضروا منطق. يعني واحد وصلت له مشاكل والنهاية الكاريير تاعو هو اللي يروح للخليج. بصح بالعكس ها باش تعرف الناس المحترفه ما فضلش اموال الخليج، نقص من الراتب نتاعو ونقص من المبلغ اللي يشروه اعاره باش يروح لاوروبا، مش يبقى في مستوى عالي، يبقى في مستوى اوروبا. صح لي قل من سليماني قالك ما نخرجش من الخليج، ومن بعد يقول لك سليماني ما عندوش بلاصه. خافوا ربي يا ناس، هذا راه مشرفنا هذا سليماني، هذا رافع رايه احسن سفير للكره الجزائريه، هذا في بلاصه السفير، هذا سفير للجزائر. اذا باش سفير للجزائر مشرفنا ورافع راسنا ومخلي اوروبا تتكلم عليه الا بالخير وفرنسا تتكلم عليه الا بالخير، اصبح شوشو رقم واحد في موناكو. نديروا له هك ونقولوا ما عندوش بلاصه في المنتخب الوطني. الى راهم يخلصوا فيك ما ادرو، ما عارف معروفين. الى خلصوا فيك في الخليج يخلصوكم باش تضربوا له الشيت اللي تاع جماعه الخليج، هذيك حاجه اخرى. اسلام سليماني، اسلام سليماني احسن مهاجم جزائري في الوقت الحالي، احسن مهاجم جزائري في اوروبا ولا حتى في العالم الوقت الحالي. هو اللي مشرفنا، ماهوش اللي يلعب في الدوريات الخارجيه ويسجل ضربات جزاء والحديث قياس. فالأخير ختمت ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.